رشيد، شي نصيحة للناس اللي بغي يجيو يخدموا هنايا ويديروا بحالك؟ صراحة اللي بغي يجي ما عليه غير تاني بلوك جديد. هذا اليوم الثاني جيت لواحد الدوطيل ومن بعد نشرح لكم كل شيء في كاين انا وكل شيء. المهم قاتني الجوع والوقت ديال الفطور، يلا نمشيو نفطروا بعضياتنا. ليتس جو. ديسير تيبان. فاش كنجي للوطيل كناكل كل شيء، شديت التيبان وشديتها والثاني الشنيك اللي كيقولوا ليه، نجربوا كلشي اليوم. اسمحوا لي على عيني، راه كتهني دخل شي ميكروب ولا داكشي، درت لي واحد الكريم مديباني وصافي. المهم راه يلا داخل دابا لوطيل، راه عيان والصباح دابا راه 8 ديال الصباح. وجاب لي واحد كابيتشينو هي حتى هي، والفطور هو هذا. المهم انا ما كنديرش هادشي بزاف، غير في لوطيلات اللي كندير هادشي، كلشي محسوب عليهم، يعني ضروري خصك تدخل في كلشي وتجرب كلشي. هنا جيت عاوتاني مع واحد خويا راه كتعرفوه، واقيلا راه من اكادير، الناس ديال اكادير وفلا، ها هو رشيد. الناس ديال اكادير واعرين بزاف، الله يحفظك اخويا. المهم خويا رشيد جينا عنده هنايا، رحب بيا في واحد لوطيل هو خدام فيه هنايا. لوطيل جديد هذا؟ هذا لوطيل جديد يلاه حل البارح. وفيصل البارح هو طلونس البارح. هذا حل البارح وجيتي انت من الناس الاولين. اول هاد القهوة خلاص كنت أول واحد أخلي ناس، أول واحد أني ناس أنا شو، سبحان الله. طيب ليش شي واحد يقول لي راه قاعد ستوديو 1، وعاد نقول لي داك ستوديو 1 راه أول واحد قلت فيه هو أنا. مرحبا بك أخويا. مال بال شنو غادي نديرو أخويا رشيد؟ غادي نضربو دورة في اللوطيل والثاني نمشيو للصال، أنا عارف عز عليك لاصال. كاين لاصال هنا؟ كاين لاصال. واو. كاين لاصال، كاين لابيسين، غادي نوريك اللوطيل كله. تلا بيسين. كلشي كاين، كلشي كاين أخويا. مزيان. إن شاء الله. نمشيو. نمشيو أخويا. يلاه على مولاه. شوف الزربية فيها داكشي ديال التلفاز القديم، كنعقل على الإذاعة ديالنا دايرة بحال هكا. في الاول والله العظيم كتوصل ديك ال 12 ديال النهار كتفتح، قبل 12 كتكون بحال هكا. وما خصك شي صاط قلت لي شي لعيبه. واو شوفوا هاد التيسه تبارك الله. وهنا والله حتى تريني فيه هنايا. ياك الله يدير لهم تريماني. اشنو كيديروا هنا دابا؟ هادي السيد غادي تبقى بحال قلتي قاعدين للاجتماع، يعني اللي بغى يدير شي حفله، اللي بغى يدير شي اجتماع ولا شي حاجه كيجي لهنا. هادي راه 800 واحد. قلب الكاميرا، اش كيداير؟ ستوديو 1. واو ندير شي ميتينغ ان شاء الله هنا في دبي، نجيبو كاملين هنايا. شي فطور ديال رمضان ان شاء الله هنايا. صال كاين الماتيريال هنايا صافي. لي ماشينز ديال الكتاف، الرجلين. واو رشيد رجعت لدوك الايامات اللي كنت خدام فيهم انا في لوطيل. و والله الا رجعت الذاكره رجعت، ولكن ذكريات زوينين حتى هما. هذه العماره هذه موراها خويا رشيد ساكن تماك. اللي بغى يجي مرحبا، اللي بغى يجي عنده مرحبا. المهم هو تلقاو الانستغرام ديالو هنايا، تبعوه دخلوا عنده سولو على كل شيء. واحد الحاجه اللي عجبتني في هذا لوطيل، كتخلص 300 درهم كتناس في لوطيل وكيردوا لك ديك 300 درهم فوتشر. واحد الحاجه ماشي غير ليله، يعني حتى الا جلستي 5 ايام ولا 6 ايام ولا 10 ايام كترجع لك كل داك الشيء كاع اللي خلصتك، كيرجع لك فوتشر. يعني كتسكن فابور، سكن فابور وتاكل. ولكن الا جاو جوج الناس راه روم واحد، يعني روم واحد 300. الا جاو جوج الناس راه كيخلصوا 300، يعني الا جبنا ثلاثه كلشي مشكل. لازم ديك الساعه غنشوف كيفاش نديرها. كاينه الشومبر ديال ثلاثه، كاينه الشومبر ديال اربعه. الشومبر مزيان، اربعه الناس في الشومبر واحد، وديك الفلوس غيرجعوا لك. شوف مزيان. راه خويا رشيد عيط لي الله يرحم به الوالدين. المهم جيت لوطيل هنايا، عادي تشوفوا شنو غادي نديروا النهار كامل في لوطيل ان شاء الله هنا. فين نجلسوا خويا؟ فين؟ نجلسوا هنا نيت ياك، هنا باينة الشميشة. شحال دابا انت دابا في دبي؟ شحال؟ شهرين دابا تقريبا. واه رشيد بارد اخويا، والله الا بارد. ها واحد المغربي، ها هو شتي كي داير؟ كش مزيان كي داير مع صحابي؟ منين مدينه؟ منين؟ فاس اخويا. فاس ها قادير. ها فاس يلا دخل الخدمه، يلا غير بس يلا داخل اخويا. نايضه نايضه التليفونات كلشي كيعيط. سير اخويا
عبد الرحمن قال لي كتريني وريهم ديك البيسيبس وريهم البيسيبس اخويا عندك واو 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 البيسيبس التريسيبس واخا شحال هادي ما كاينش شي اونغاجمون مزيان في لونطريمون ولكن مازال كاين هنا يلاه كل ولكن اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الحصه في لوطيل هنايا وعادي يجي تريني ان شاء الله غنديروا مع شي ليكس داي ضروري صافي مشات ضروري مشات يلاه على مولانا هاو ار يو برادر جود هاو از ايفريثينغ وير يو فروم Nepal. Nepal is very good people. You know how to swim good? Yeah, I'm lifeguard here. Ah, Wuli, I'm going to. You know, I swim very good, man. Yeah. Very good. I'm like the best swimmer in Dubai here. Yeah. Yeah. You don't know? Yeah. You don't know me? I do marathon for. 10. Yeah. 10 meters. 10 meters. Yeah, down. Yeah, you can do 10 meters? Yeah, great. You can? Yeah. I just joking, I don't know what this means. شوف فين وصل الماء وصل لهنا يا لا 12 10 متر وصل ها لا بيسين جاي ان شاء الله غادي نديرو 4 متر لا راه خليني هنا يا ودي لا لا بيسين ديالهم حتى هو زوين هنايا مع الموسيقى كما كتسمع الموسيقى هنايا لومبيونس كاين دابا كاين واحد البيتزا هي هنايا عاوتاني واحد الريستورا ديال الفات كاينه هنا وكاين واحد الريستورا عاوتاني ورايا هنايا من بعد دونتريمو ان شاء الله ديركت البيتزا ان شاء الله ما فيهاش حتى البيتزا ما يوجد ضروري ان شاء الله بيتزا شحال هادي ما كليتها ولكن فاش كتجي لوطيل بحال هكا شي تيميل فاش كنت نهار نشرب كوكا لا والله ما شربت كوكا انا والله ما كنشربش كوكا ما كنحملهاش ها هو هاك الدم ما كنحملش انا نشرب داكشي ديال صوب كرين فاش كتجي لوطيل خصك ضروري تعطي راسك شويه الراحه وتاكل الما كاين فاش تمشي للدار الثاني بدا البروغرام ديالك كيما هو وكلشي دابا كنعرف تعوم انت كتعرف يلاه نشوف دابا شكون غادي يسبق واخا انا ما كنعرفش العومان صافي مشينا الاول شوف اللي خليته ضرب والو اصاحبي ضرب بيديك ورجليك دابا كندفع برجلي وبيدي ولكن دابا ديك الخباطه كنضرب بها بحال هكا كندفع الماء وكنلقى راسي ما تحركتش غادي نشدو واحد كافي في الشومبر تماك ونمشيو نترينو ونديرو شوف بلاصه راه في الدم راه واخا جينا في عطله وجينا نرتاحوا ضروري طقوس كاين واحد النقطه في الدماغ كتقول لك سير تريني هادشي اللي كاين ومن بعد نونطريمون نضربوا البيتزا ماشي مشكل جات معنا الا درناها نديروا هارد وورك من قبل هاد البيتزا هادي المهم هي القهوه كنصوبوا هذا في الشومبر هنايا شحال درتي لي من القهوه شحال درت لك وحده هي واش وحده قاصحه ولا لا مع الحليب هادي ياك لا دي بلا حليب قهوه الصك قهوه الصك زيد وحده عاوتاني ليا انا نضربها وحده حيت ولفت انا قهوه قاصحه يعني خصني جوج قهوات من هادشي هذا انا ما عمري جربت انا هادي الجيرة دي بان لي تكون قاصحة قاصحة هادي يا سامر ياك قاصحة بزاف شنو قالها لي؟ غادي جوج قهوات زوين قاصحة ياك هذا اللي غاتريني انت لا تريني بيا انت توريني كلشي يلاه باش غادي نبداو Drama you clench your fist, she gives you a hug. Tell you she loves you, but you've been drinking too much. But you don't quit, instead you rather fuss. Then take it to the point to where she can't get up. And it makes you feel sick, it breaks your heart. Cause you never meant for it to go this far. Plus you got a kid who has to live with the scars. And can only see you whenever. Said I ain't seen him laugh in a long time. Seems life abandoned him to the wrong side. Remember the night they split and we all cried.
I think for certain a large part of my heart died. They brought me up. كي جات الورك اوت ديالك كي داز؟ الله يليه يسلم اخويا، الله يعطيك الخير اخويا. هذه هي الورك اوت ديال لوتيل كتكون فيها كتكون ياك مزيان صراحه. لونترينمون ديال لوتيل كتكون فيها شي حاجه عاديه بحال هكا. دابا غادي نمشيو نضربوا واحد بوست ورك اوت ديال بيتزا ان شاء الله كما قلت لكم. واجد الواحد فرحان، الله يلا فرحان اخويا، طيح بزاف عرضني صراحه. الله يعطيك الخير. وشوف لوتيل فيه السينما، كتبقى جالس في واحد الجلسه كيفاش دايره هنايا وكتفرج ديال التلفازه هي هنا. خويا رشيد زاد عليها فاش كتفرج فاش التليفون التليفون غندير واحد اللعبه وثاني واعر نتلاح ونشوف خفيفه. قلب دابا الكاميرا ولي دابا كنصور بسوني، راح يدي شارجات ليا الكاميرا. المهم دابا راه اودرنا جينا الريستوران هنايا، الريستوران اللي كان في الاوتيل يوم العالمين للبيتزا. كان عندهم واحد البيتزا هنايا اول مره غادي نجربها، بيتزا ديال صوابه بلافوكا والدجاج. غادي نشوفوا كيفاش دايره، قال لك فيها الحار ماشي مشكل، بنين نجربوا ونشوفوا كيفاش غيطلع داك الشيء. زايد واحد السلطه غايجيبها ونوريكم شنو عادي شنو كاين. امتى فتحوا هذا الريستوران؟ هذا الريستوران هو النهار الثاني ديالها. النهار الثاني ديال هذا الريستوران يعني داكشي كلشي غادي يكون فريش وغادي يكون عاوتاني جديد. جابوا لنا الخبز هنا بعدا هو الخبز مع الزبده دايري فيه الزيت. ذا سيم وان مور بيس يس اي لايك ات. اللحم ديالها ما طايبش ولكن واقيلا كيبان لي بحال داروه سموكت سموكت بيف زوين مع زيت العود ولا شي هادشي اللي كاين الوز ديالو وفريش. هادشي اللي مهم عندي انا كنضرب اللحم ني اللحم كنواع عرفت ذلك. ثانك يو فيري ماتش. Is this spicy? No. There we go. Pizza, thank spice. You. Enjoy your food. Yeah. Pizza. هذه كتبان لي زوينه ماشي زعما دوك البيتزات اللي عامرين. شنو بان لك؟ وانت هي كتشوف فيها كتبلاط. هذاك الشيء اخويا تشوف من غندخلها بان لي الدجاج قليل اخويا. بسم الله. نبداو فيها. الخبز رقيق. المذاق ديالها زوين ما فيهاش الملح بزاف. ما فيهاش بزاف ديال التشيز الزبده. تشيز ياك بالعربيه. تشيز شنو هو الفرماج. المهم ما فيهاش الفرماج بزاف ما فيهاش الملح بزاف. الخبز رقيق مزيان. كاين بعض البيتزا كتلقى مغلوط وكتلقى بزاف ديال ديال الفرماج فيها كتلقى فيها الماطيشة غير لايحينها غادي نقيو زوينة. بعد هاد الماكلة هادي بغيت ندير الديسير. قلت لهم جيبوا لي ناتيلا تشيز كيك. شوف كيفاش دايرة باردة تبارك الله. المهم هادشي راه ما كنديروش ديما كنديرو غير بحال خرجت شي خرجة بحال هادي. ترينيت اليوم مزيان يعني هادشي راه نستاهلو اليوم شي اللي كاين ماشي بحال شي واحد ما كيترينيش وكياكل فهادشي بزاف. ماشي شنب وحدي اللي غادي نضربها النص ليا والنص للرشيد. رشيد كيضحك حتى عم بغا يزرب عليا قال نص نص ماش جاتني ديك القضيه كي قالها. المذاق ديالها الصراحه واعر. المهم هو رشيد رسالها شتيها هي. دابا دي ما كانت كاصل الدار ياك؟ لا نخليو اليوم صافي نخليو اليوم يلا. المهم رشيد ساكن حدا لوطينيت. لا صال بحال اش داير؟ لا صال فيه الماشين كلشي هاد البشكلات وشوف على الفيو كي داير. عندو الضمك الفرما هنايا كيتحرك من دابا. اي اخويا ياه نحرقوا البيتزا نحرقوا البيتزا. كل بلد عندهم لاصا ديالهم. كل بلد عندهم لاصا كل بلد عندهم لاصا ديالهم عندهم بيسين. شحال من لاصا؟ تقريبا كاين شي سته. شي سته لاصالات. استاذ لي بيسين. واه تبارك الله والله العظيم ما عندي ما نقول ليه. غير اللي ما بغى يتريني وصافي غير اللي ما بغى يطلع صحه في دبي وصافي. خويا رشيد خصك تبدا لونطريمون ان شاء الله اخويا. واعد صافي صافي درنا درنا ان شاء الله الفروه خصها تطلع. راه اخي كاين الحمام لا الصونا استمروا استمروا بها حمام هذا شوفوا واحد تبارك الله سير هذه الصونا تبارك الله كتسخنها واش خدامه من دابا؟ خدامه خدامه غير كدير لها اون تما كتشوي الماء هي كتخدمها من هنا. اوكي خويا هذاك الشيء اللي عجب شنو هو هذا؟ هذه باش كتسخنها تبارك الله مرحبا بك اوكي يوسف اخويا مرحبا تبارك الله. المهم كيما شفتوا داك الشيء اللي عنده تبارك الله هذه البلاصه فين ساكن هو راه فابور هذا الشيء زعما كلشي فابور كلشي فابور غير لما بغى يجي يخدم في دبي وصافي. فيو اللي عندهم واعر شو كيدير وعندهم واحد البلاصه ديال الباسكيت بول كما شفتوا ديال الكره والباسكيت بول بجوج باسكت. على الباسكيت بوحده ومورا كاين التنس موراها كاين التنس يعني تقدر تريني فيهم وكلشي ماشي مشكل ماشي مشكل فابور فابور واه تبارك الله البلاصه ديال الباسكيت وموراها كاينه ديال التنس اللي مهم بزاف كاع الجامع قريب ليهم هو هذا هو. وهنا كاين تيران ديال الكره كما كتشوفوا ها هي
يعني كل شيء موفر لك، الخدمة موفرة لك كل شيء، ما عليك غير تخدم والسلام عليكم. هذا الشيء اللي كاين. بغيتي تريني تريني، بغيتي دير الباسكت دير الباسكت، بغيتي دير الكرة دير الكرة، بغيتي الجامع بغيتي تصلي ها هو وحدك، يعني شي حاجة اللي مزيانة الحمد لله. من بعد غادي نسول لكم رشيد بحالاش حتى لقى الخدمة وبحالاش يعاون الناس اللي بغى يخدموا حتى هما بحالو. هذا الشيء اللي كاين، وهذا الشيء اللي عليا ندير، وهذا الشيء غير تشجيع ديالكم باش خلوني ندير هذا الشيء ونتعرف على الناس ونوريكم شيء جديد بحال هذا اللي يقدر يعاونكم يعاونكم في حياتكم. هذا الشيء اللي كاين. كما شفتوا رشيد راه ساكن حدا واحد البلاصه سميتها اللي كيديروا فيها الكارتينغ، الطوموبيلات اللي كيديروا السباق. المهم جينا حتى جينا حداهم هنايا ونوريكم شي لقطات منهم وصافي. هذا الشيء اللي كاين. ولكن ان شاء الله ضروري غادي نديروا فيها شي فلوك ان شاء الله ضروري، ما يحيدهاش الطبيب. كتبان يو ويل هاف فان تو ماتش. دابا المشكله انه خصو سبروتيج وما غيلقاوش ليه الصايص ديالو. هذه هي المشكله. هذه لك اخويا اسمها 6 اكس ان وغاتك صغيره. لا هذه كبيره، هذه 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 وادي دير شي واحد ديناصور. هذه اصلا انا كنلبس 5 اكسترا لاش في هذه 5. طلعت لي 7. كاين عندهم سبينيز حتى هنايا قريبه ليه، ولكن شنو غادي نديروا؟ غادي نشدو سبينيز. هو واحد سوبر ماركت اللي كيتباع فيه الماكله نقيه ورخيصه شويه. المهم غادي نتقداو العشاء هنايا ونمشيو ناكلو في لوكو ان شاء الله. غادي ناخذ الدجاج. واه يمكن غادي ياخذ هذا وهذاك. كان هاف وان اوف ذيس باربيكيو. الله يرحم بيه ويدي. شكرا. 16 درهم مزيان. ها 16 على 10 على 10 وسخونه. والله الا سخونه الدجاجه بالله. الدجاجه كامله غادي ناكل بالعشاء انا. عاوتاني حتى الباربه 150 غرام. مي لا تكونش معنا بروتينات وكربوهيدرات. هادشي اللي كاين. كاين ولا ما كايناش؟ كاين اخويا اترينينا اخويا راه نستحقوا حتى حنا نستحقوا، ولكن الماكله صحيحه دابا غادي نبداو فيها. دوزنا نهار زوين مع خويا رشيد. رشيد شي نصيحه للناس اللي بغى يجيو يخدموا هنايا ويديروا بحالك؟ صراحه اللي بغى يجي مع لي غير يجمع راسه ويعول على اساس انه يصبر ويجي. صراحه مزيان انه ياخذ فيزا ديال 3 شهور ويجي، ولكن يدير في باله انه خصو يصبر ويتقاتل ويصبر 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 ويقلب. يعني غادي يجي مع فليسات باش يكري مع الدراري وغادي يصبر مزيان ويقلب يوميا وان شاء الله راه غادي يجي. والخدمه هنا راه كاينه صراحه، غير تدغي تكون ديجا عندك شويه ديكسبيريونس، عندك شويه د لونغلي باش تكومينيكي وتكون صبر بزاف. ملي تجي هنا خصك تصبر واحد عام من هنا من هنا تتعلم كل الخدمه كي دايرين وان شاء الله كتكبر. اول حاجه كتشوف راسك واش كدوي شويه بلونغلي، كدوي بلونغلي مزيان طلع خدام ديجا في بلادك مزيان طلع، ما عندكش مع لونغلي ما عمرك ما خدمتي، نوض دابا غاد ابديتي السي في ديالك وسير قلب على شي ستاج. ماشي مشكل انك تخدم فابور لان اكسبيريونس، غضرب واحد 3 شهور 4 شهور ديال ستاج جمع شي هاد الفليسات تعلم لونغلي وطلع وان شاء الله ربي ما غاديش يخيب. داكشي اللي كانوا تقدر تسيفطو السي فيات ديالهم في الشركات وداكشي. هو احسن حاجه صراحه، احسن حاجه كاينين دي سيت اي سيت لقيتي دخلتي ليها سير قلب على كاريير ابديتي تما السي في ديالك وانت كدوز في اونتروتيان. راه ماشي من الضروري انك دوزتي اونتروتيان يعني راك تقبلتي، راه اليوم تغلط في هذا الاونتروتيان وغدا كيسولك وانت كتبريباري راسك ومزيان دوز ودوز وان شاء الله راه غتجيك. غير تحرك غير تحرك ان شاء الله راه الخدمه مزيان. تحرك وترزق كنوض تقلب على صاحبك وان شاء الله الله يسهل لنا الجميع العرب يا رب. اوكي دابا البلاصه، هاد البلاصه اللي جيت ليها دابا هاد لوطيل، هذا الموطيل زوين كيما شفتوا. راه خويا رشيد هو اللي جابني لهاد لوطيل، يعني ما مخلص فيه والو، كناكل كنشرب نعاس فابور. الافتتاح ديالو كان غير البارح وجيت سكنت فيه انا اليوم، يعني راه شي حاجه مزيان شي حاجه سبيسيال. واحد الحاجه بغيت نوريكم في هاد لوطيل هذا، هنا حاطين شي حروف كما كتشوفوا كيقول لك جبد سبعه الكلمات يكونوا مقادين في نفس السطر يعطوك واحد الجائزه في الريتشبس لتحت. ولقيت انا هنا يعني واحد الكلمه فينا هي، لقيت واحد الكلمه اللي لقيتها ها هي مكتوبه هنايا راديو. ها هي عاوتاني كاين واحده هنايا تشانلز يكونوا عاوتاني واقيلا لتحت ولا شي حاجه بحال هكا. غير ما بان لي والو، بقيت كنقلب كنقلب ما لقيت والو باش نشوف هذيك الجائزه اللي بيعطوني. يلا نشوفوا غدا ان شاء الله. المهم دابا غادي نمشي الفطر. المهم بات لي كاين هنا يوغورت، ناخذ واحد شويه ديال اليوغورت. براون براد عزيز عليا عاوتاني براون براد. غادي ناخذ عاوتاني البيض مع جوج، نزيدو شويه ديال البروتينات. الله يجعل بركه. فطور زوين كاين عاوتاني عصير ديال الليمون وداكشي، ولكن غادي ناخذ الماء بالحامض.
الله يجعل البركة. فور نقي زوين ليوغو حتى هي بخير. وجبة نقية ليز جاب ويل ايت ديفرنت ديال الماكلة اللي كناكل في الاوتيلات وعلى برا واللي كناكل في الدار هو الملحة. دابا كنحس بالملحة كاينة في الماكلة بزاف حيت معزيزش عليا الملحة انا معزيزش عليا الماكلة كتخسر ليا المذاق ديال هادشي اللي كناكل. هادشي اللي كاين هادشي اللي عليا اللي درت اليوم في هاد الفلوك هذا. الى عجبكم رام عليكم ديروا لايك 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 وشوفكم فلوك جاي ان شاء الله. بيس.